السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في تدريب جديد من تدريبات وكالة التعلم الإلكتروني بعمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات. طبعا تدريبنا اليوم بعنوان إنتاج دروس الفيديو التعليمية باستخدام كامتاسيا ستوديو. برحب بحضراتكم جميعا في تدريبنا هذا اليوم، والتدريب سيكون على يومين، والمدة طبعا في خلال اليومين 8 ساعات، 4 ساعات تدريبية في كل يوم. بناخد بريك في أوقات الصلاة فقط، يعني لو في بريك ساعة صلاة المغرب بناخده، في بريك ساعة مثلا صلاة العشاء بناخده، هكذا على حسب مواعيد الصلوات بالضبط بناخد البريكات الخاصة بنا. طبعا بنبتدي الآن، ويهمني إن أكد على حضراتكم إن الشات الكتابي مفتوح للجميع. أي زميل بيكون عنده استفسار ممكن يكتبه من خلال الشات الكتابي، وإحنا بنرد عليه. طبعا اليوم التدريبي سواء النهاردة أو اليوم أو غدا هيكون من الساعة 4 حتى الساعة 8، فطبعا مفيش بريك في غير بريك واحد اللي هو بريك الخاص بصلاة المغرب، هناخده حوالي الساعة 7:15، وبيستمر لحد 7:15 نصف ساعة، فهو ده الوقت المستقطع اللي عندنا. فاحنا يعني معناها ان احنا هنشتغل من الآن من الساعة مثلا 4 لحد الساعة تقريبا، شغل متواصل لحد الساعة 6:30 قبل ما نبدأ نختم الفترة الأولى. فمدة ساعتين ونص كاملين أو ساعتين و43 دقيقة تقريبا هنشتغل فيهم سواء اليوم أو غدا. فده جزئية مهمة جدا إن إحنا إيه نحاول ناخد بالنا منها، إن البريك بتاعنا على أساس إن لو في زملاء حبوا، يعني عندهم مواعيد عندهم التزامات، يعني ميعاد غدا ميعاد كده، فالبريك بتاعنا هيكون متزامن مع صلاة المغرب اللي هي تقريبا من الساعة 7:15 لحد أو حتى الساعة 7:15. فنبتدي بقى كلامنا الآن حول البرنامج اللي هنشتغل عليه، وهو برنامج كامتاسيا ستوديو. طبعا احنا بنمهد دقائق معدودة علشان نسمح للزملاء اللي هم لسه بيصلوا من العصر يكونوا انضموا لينا واجتمعنا بيهم وحضروا الجلسة، لأن في زملاء حتى الآن لسه ممكن يكونوا ما رجعوش من صلاة العصر أو حاجة، ولكن الجلسة مسجلة، والأستاذة مشاعر مشكورة في الجروب بترسل لكم روابط التسجيل الخاصة بهذه الجلسة وجلسة الغد أيضا عبر جروب الواتساب. أحب أبتدي عملي مباشرة. يعني إحنا بناخد اليوم برنامج كامتاسيا ستوديو، فأول مهارة عندنا هناخدها في النصف ساعة الأولى في التدريب كيفية الحصول على نسخة مجانية من برنامج كامتاسيا ستوديو. طبعا البرنامج غالبا بيكون مربوط بالإيميل، وبيكون له علاقة بشكل مباشر بالجهاز، يعني حتى لو مثلا الجهاز الخاص بيك على سبيل المثال، يعني على سبيل المثال الجهاز الخاص بيك ممكن يكون نزل عليه كامتاسيا قبل كده، فمش هينفع ينزل عليه كامتاسيا تاني، فهو بيتحمل بهذا الشكل لفترة من الفترات. البرامج الحديثة بدأت تبتكر حاجة جديدة، أو المواقع تبتكر حاجة جديدة، نظام اليوزر نيم. أنت ليك يوزر نيم على الموقع، حتى لو الكامتاسيا نازل مفيش مشكلة، المهم اليوزر ده الإيميل نفسه ما ينفعش يستخدم الكامتاسيا أكتر من فترة محدودة لمدة شهر على سبيل المثال. فدي أمور كلها موجودة عندنا نحاول نراعيها مع بعض.
طيب في البداية أنا يهمني إن أنا أبتدي معاكم عمليا، إحنا عايزين عمليا نجيب الكامتاسيا ويكون معانا نسخة منه نشتغل عليها. في البداية هنا زي ما قلت لكم لازم يكون عندك إيميل، الإيميل دوت يكون مربوط بشكل أو بآخر بالموقع أو بالمنصة الخاصة بكامتاسيا. تعالوا مع بعض نبدأ نعمل مشاركة لسطح المكتب، نشوف موقع كامتاسيا، نشوف الإصدارات، نشوف إزاي نقدر نجيب نسخة مجانية، إزاي هيتعامل معانا وخلاف هذه الأمور. نبتدي الآن نعمل شير للأبليكيشن سكرين وأختار الشاشة الخاصة بكامتاسيا وأشغل منها الصوت وأبدأ أضغط زر شير. المفترض الآن هيظهر عند حضراتكم الفيديو الخاص بمشاركة الشاشة عندي. أتمنى إن بالفعل تكون حركة الماوس ظاهرة عند حضراتكم والأمور كلها شغالة. طبعا اللي عنده مشكلة بيرجع عبر جروب الواتساب للأستاذة مشاعل والزملاء بيساعدوه. يهمني بس إن حضراتكم تأكدوا لي إنكم شايفين الشاشة عندي بحيث إن إحنا نبتدي نشتغل على الموقع. تمام. طيب هو ده الموقع الخاص بكامتاسيا، وميزة كامتاسيا انه دايما ابديتد، يعني بتلاقي فيه تحديثات جديدة ما كانتش موجودة في الاصدارات اللي قبلها. على سبيل المثال هتلاقي هنا مجموعة من التحديثات ومجموعة من الخلفيات ومجموعة من التسهيلات للديزاينر موجودة عندنا، وتلاقي برضو حاجات إضافية موجودة في تسجيل الفيديو وخلافه. وهنا بيشرح لي إيه هي الخدمات اللي بيقدمها الموقع اللي هو بتاع التابع لشركة تكسميس. هنا موضوع مثلا تسجيل لحركات الشاشة، هنا تلاحظ إن في بياخد من الكاميرا والميكروفون والسيستم أوديو والسكرين نفسها. يعني هنا في إضافات، يعني أنا أول ما اشتغلنا على الريكورد سكرين أو المنطقة بتاعت الريكورد سكرين دي الريكوردر كان بيبقى يعني غالبا بياخد معايا السكرين والكاميرا وبرده المايك والسيستم اوديو، دي برده ظهرت بعد كده في تحديثات اخرى وهكذا. يعني دايما بيحدث. هنا طبعا ممكن تلاقي تحديثات خاصة بالكاميرا، تحديثات خاصة بالسكرين، خاصة بالسايز، وبرضه ممكن تلاقي في الاوديو بعض التحديثات الخاصه بجوده الصوت وخلافه. طبعا هنا بيتكلمك عن الامكانيات كلها الموجوده عندنا، ودي اسعار المنتج. بيقول لك لو انت عايز نسخه تجريبيه خدها فري، بس هنحط لك ووتر مارك. طبعا انت لما تكون عايز تشتغل بجد ما انتش عايز ووتر مارك، فهتضطر انك تشتري المنتج ده بمبلغ معين. فبيقول لك مثلا انت ممكن في الشهر ب 14 او 15 دولار تاخد الكامتاسيا وتستخدمه براحتك بشكل كامل، وممكن تسترجع الفلوس بتاعتك بعد 30 يوم لو هو ما عجبكش. يعني حاضر يا دكتور محمد، حاضر. هو مش مسألة رابط على قد ما انت هتدخل على الموقع، هبعت لك الموقع وانت تتبع معايا الطريقة بالظبط. هنا ايضا في انك في برنامج خاص بالاوديو مونتاج صوت، يعني طبعا في مواقع كتير جاهزه بتعمل نفس الشغل بتاعه يعني، ولكن هو في هنا وبيقول لك انت ممكن تدفع في السنه 300 دولار 330، يعني تقريبا اقل، يعني حوالي 3 متوسط 30 دولار في الشهر. فانا عندي لو كامتاسيا لحاله كويس، الا اذا انت هتتعمل معالجات في الصوت، انت اللي بتسجل الصوت بنفسك فهتحتاج ليه معالجات. اوكي انت محتاج برنامج صوت، انما هو في الاصل لو انت هتجيب الصوت جاهز من استوديو من مذيع فانت بتكتفي بكامتاسيا، وممكن تاخد الباقه دي باقه كويسه مش هتزيد عن 150 دولار، نص الثمن تقريبا. تمام. البرنامج ده مش عارف انغالي ليه، بس هنشوف الاسعار اللي حالها بعد شويه.